السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، ماجستير طب أسرة القصر العيني، بعمل فاميلي ميديسين كورس لأطباء الأسرة والأطباء العموم. النهاردة إن شاء الله الكلينيكال كيس بتاعتنا عن الهايبر ناتريميا. 79-year-old female nursing home resident with moderate dementia present for worsening confusion over the last two days. يعني هي موجودة في دار المسنين، عندها اصلا ديمنشيا، بتبريزنت with worsening confusion over the last two days. لازم نعرف ان الديمنشيا is a chronic mechanism، يعني بيديفلوب اوفر تايم، والعيان بيبقى معروف ان هو ديمنتيك بيشنت، لكن الكونفيوجن في عيان الديمنشيا ممكن نسميه ديليريوم. ديليريوم دي is acute condition نتيجة يا اما دراج يا اما فيبرايل إلنس اتعرض له العيان. والعيانة بتاعتنا دي she just finished the antibiotic for UTI. غالبا العيانين المسنين دول بيتعرضوا لحالات confusion او حالات delirium اللي هو altered mental status نتيجة الفيبرايل إلنس او نتيجة دراج معين او نتيجة multi drug combination. تمام. وقلنا طبعا في حالات في الكلينيكال كيس بتاع الهايبوناتريميا، قلنا سواء الهايبوناتريميا او الهايبرناتريميا او الصوديوم ديستربنس عموما بيبريزنت، هتلاقوه بيبريزنت في الايج جروب دي اللي هي الالدرلي بيشنتس. تمام. طيب لما عملنا اكزامينيشن للعينه دي لقيناها التمبريتشر بتاعها 38.1 ديجري سلسيوس، يعني العينه دي فيفرش. البالس بتاعها 110 بيت بير مينيت تاكيكارديك، ريسبيراتوري ريت 18 بريث بير مينيت، البلاد بريشر سلايتلي هايبوتنسيف 118 اوفر 60 مليمتر ميركوري. شي از ديس اورينتد اند ليثارجيك، اللي هي الكونفيوز او altered mental status. تمام. وقلنا ده يا اما نتيجة الفيبرايل إلنس هو اللي عمل لها delirium وconfusion altered mental status، وهو ده اللي هو عمل لها هنشوف بعد كده، هو ده اللي هو عمل لها الهايبرناتريميا. الاكزامينيشن اوف هارت لانج اند ابدومين ار unremarkable. لما عملنا لها اللابس بتاعتها لقينا الصوديوم 165 ملي ايكويفالنت بالليتر. طبعا النورمال صوديوم بتوين 135 تو 145 ملي ايكويفالنت بالليتر. العينه دي الصوديوم الهايبرناتريميا الصوديوم مور ذان 145 ملي ايكويفالنت بالليتر، فالعينه دي از هايبر ناتريميك. البوتاسيوم 4.6، الكلورايد 118 ملي ايكويفالنت بالليتر، البايكار 28 ملي ايكويفالنت بالليتر، البلاد يوريا نيتروجين 31 ملي جرام بر ديسيلتر، الكريات 1.1 ملي جرام بر ديسيلتر. طبعا البايكارب هو ممكن يكون نقول ان هو في النورمال رينج، هو من 24 ل 28 ممكن يبقى within the normal range. البلاد يوريا نيتروجين والكريات قلنا ان البلاد يوريا نيتروجين اوفر كريات ريشيو لو اكبر من 20، يبقى لو حسبناها اكبر من 20 يبقى العيان ده dehydrated، فلو ما هنحسبها هنا اكيد هتطلع 31 اوفر 1.1، اكيد هتطلع اكبر من 20، فالعيان ده dehydrated. لما عملنا اليورين سبيسيفيك جرافيتي، عملنا يورين اناليسيس لقينا السبيسيفيك جرافيتي اكبر من 1.030، يبقى احنا قلنا في الفيديو بتاع اليورين اناليسز يا ريت ترجعوا له، ان لو السبيسيفيك جرافيتي اكبر من 1.030 يبقى لا، ده العيان ده بيعمل كونسنتريتد يورين. تمام. يعني الميه في اليورين قليله، العيان ده بيكونسنتريت يورين. اليورين اوزمولاليتي 700 ملي مول بير كي جي، وقلنا النورمال يورين اوزمولاليتي 100 ملي مول بير كي جي، يبقى العيان ده اليورين اوزمولاليتي بتاعته عاليه. طب ليه اليورين اوزمولاليتي عاليه واليورين سبيسيفيك جرافيتي عاليه؟ ده بيرفلكت النورمال اكشن بتاع الكيدني اجينست الهايبرناتريميا. دلوقتي العيان ده عنده صوديوم زايد في البلازما، فهتعمل ايه الكيدني؟ الكيدني هتحاول ان هي تحافظ على الووتر. ليه الصوديوم زايد في البلازما؟ غالبا حالات الهايبرناتريميا بتبقى حالات ووتر ديفيسيت، يعني العيانه دي فقدت ووتر عشان كده الصوديوم عالي.
شبهناها قبل كده بالشوربة او المية والملح او الشوربة اللي فيها ملح. دلوقتي انت دوت الشوربة او دوت المية بملح، لقيت الملح زيادة، فهتعمل ايه عشان خاطر توازن الموضوع؟ تدي مية، تحط مية عشان خاطر الملح ده يقل. نفس الكلام الكيدني بتعمله، بتحاول ان هي تحافظ على الووتر بتري ابزورب ووتر، بتري ابزورب فري ووتر علشان يدخل البلازما، علشان الصوديوم ده، عشان البلازما تبقاش مالحة، عشان تعادل البلازما بالمية، تمام؟ فده نورمال ميكانيزم للكيدني الجينست هايبرناتريميا. اول ما تلاقي العيان ده هايبرناتريميك على طول بتري ابزورب الووتر، فالووتر في اليورين بيبقى قليل، فاليورين سبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتبقى عالية، واليورين اوزمولاليتي بتاعته بتبقى عالية. فده نورمال فانكشن للكيدني الجينست الهايبرناتريميا، تمام؟ طيب السي بي سي بتاع العيان ده نورمال. طيب السؤال بتاعنا، الانيشال تريتمنت فور ذيس بيشنت شود بي نورمال سالاين اي في بولس ولا ديكستروز 5% اي في سوليوشن ولا ستيرايل ووتر اي في بولس ولا لوب دايوريتيك ولا دي دي اي في بي؟ دي دي اي في بي ده اللي هو الديسموبريسين، اللي هو الديسموبريسين اللي هو سينسيتك انتي دايوريتك هرمون، سينسيتك انتي دايوريتك هرمون. طيب بيستخدم في ايه الديسموبريسين او سينسيتك انتي دايوريتك هرمون؟ بيستخدم في علاج حالات الدايابيتس انسيبيدس. الدايابيتس انسيبيدس دي عكس السندروم اوف ان ابروبريت سيكريشن اوف انتي دايوريتك هرمون. السندروم اوف ان ابروبريت سيكريشن اوف انتي دايوريتك هرمون اللي احنا خدناه في حاله الهايبوناتريميا ده الانتي دايوريتك هرمون فيه بيبقى عالي، لكن الدايابيتس انسيبيدس، الدايابيتس انسيبيدس الانتي دايوريتك هرمون ده بيبقى قليل، ديكريز انتي دايوريتك هرمون، وبيبقى نوعين، يا اما نيفروجينيك يا اما سنترال. النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس ان الكيدني مش بترسبوند للانتي دايوريتك هرمون، الانتي دايوريتك هرمون موجود بس الكيدني مش بترسبوند ليه. لكن السنترال دايابيتس انسيبيدس البيتويتري مش بتسكريت ادكويت انتي دايوريتك هرمون، فبالتالي في الحالتين سواء ان مفيش ريسبونس للانتي دايوريتك هرمون في حالات النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، او في حالات ان الانتي دايوريتك هرمون قليل حالات السنترال دايابيتس انسيبيدس، اللي بنتوقعه يحصل عكس ال 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 السندروم في الابروبريت سكريشن اوف انتي دايوريتك هرمون. السندروم في الابروبريت سكريشن اوف انتي دايوريتك هرمون، الانتي دايوريتك هرمون عالي، فبالتالي الميه بتكتر في البلازما وبتقل في البول، فبيعمل كونسنتريتد يورين، تمام؟ لكن الدايابيتس انسيبيتس اللي بيحصل العكس، الانتي دايوريتك هرمون عالي، فالعيان مش قادر يخرج بول، مش قادر يخرج ميه في البول، فبالتالي اليورين الانتي دايوريتك هرمون قليل في حالات الدايابيتس انسيبيدس، فبالتالي العيان ده عمال يخرج ميه في البول، عمال عكس السندروم اوف ابروبريت سكريشن اوف انتي دايوريتك هرمون، عمال يخرج ميه في البول، فهتلاقي البول بتاعه دايلوت والاوزمولاليتي بتاع البول. لو شفنا عيان الدايابيتس انسيبيدس هنلاقي اليورين، لو كان ده عيان دايابيتس انسيبيدس هنلاقي اليورين اوزمولاليتي قليله والسبيسيفيك جرافيتي قليل، هنلاقي لارج فوليوم اوف دايلوت يورين، تمام؟ لان الانتي دايوريتك هرمون اللي بينظم خروج الميه في البول مش موجود، فالميه عماله تخرج في البول، فنلاقي دايلوت يورين ولو يورين اوزمولاليتي، تمام؟ ده بيستخدم في ايه؟ الديسموبريسين او الانتي دايوريتك او السينسيتك انتي دايوريتك هرمون بيستخدم في حالات السنترال دايابيتس انسيبيدس، اللي هي الانتي دايوريتك هرمون البيتويتري مش قادره تطلع انتي دايوريتك هرمون بس الكيدني بتستجيب ليه، يعني مش نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، بيستخدم في حالات السنترال دايابيتس انسيبيدس. طيب هندي ايه للعيان من الحاجات دي؟ هندي نورمال سالاين اي في بولس. العيانه دي ديمنتد وديليريوس، حالات الديمنشيا والديليريوس عندهم غالبا ما بيبقى عندهم حاجتين، عندهم اولتر ديمنتال ستيتس او اولتر كوجنيتيف ابيليتي والتر فيزيكال ابيليتي.
العيانين دول مش ما عندهمش اكسس تو فري ووتر، مش قادرين يجيبوا الميه لنفسهم ويشربوا ميه، فعندهم ديفكت فيه، يا اما عندهم ديفكت في الثيرست ميكانيزم نفسه اللي هو في الشعور بالعطش، او مش قادرين يرسبوند تو ثيرست ميكانيزم لانهم يجيبوا ميه لنفسهم نتيجه الكوجنيتيف امبيرمنت او الفيزيكال امبيرمنت، يا اما في ووتر لوس نتيجه الفيفر. العيانه دي كان عندها يو تي اي وفي التمبريتشر بتاعتها 38.1، فالعيانه دي في افرش، فالعيان الفيفر بيفقد ميه. فهي حاله الهايبر ناتريميا عباره عن حاله فري ووتر ديفيسيت، يعني حاله فقد للميه، يا اما العيان ده بيفقد ميه يا اما مش قادر يدخل ميه عشان يعوض الهايبر ناتريميا. الجسم بيعمل كومبنسيشن للهايبر ناتريميا اوتوماتيكلي، بس لازم يبقى في اكسس لفري ووتر، لازم العيان ده يشرب ميه، لازم العيان ده يشعر بالعطش ولازم يروح لحد الميه ويشرب ميه. طب اذا كان العيان ده عنده ديفكت في الشعور بالعطش، اذا كان العيان ده بيفقد ميه وكمان بيفقد ميه نتيجه الفيفر بتاعته، اذا كان العيان ده كمان فيزيكالي امبيرد ومنتالي امبيرد مش قادر يشرب ميه، يبقى العيان ده عرضه لانه يجيله هايبر ناتريميا. فعلاج العيان ده على طول ان احنا نديله ميه، نعوض الديهايدريشن بتاع العيان ده، نديله سلاين نورمال سلاين اي في بولس، والكوريكشن بتاع الهايبر ناتريميا زي الكوريكشن بتاع الهايبوناتريميا. ما ينفعش يبقى رابط كوريكشن عشان بيحصل سيريبرال اديما، فما ينفعش نزود عن نص ملي ايكويفالنت بير اور. الصوديوم كوريكشن ما ينفعش يزيد عن نص ملي ايكويفالنت بير اور، تمام؟ بندي للعيان ده 1 سي سي بير كي جي بير اور، ال 1 ل 2 سي سي بير كي جي بير اور نورمال سلاين، وبنشيك الصوديوم فريكوينتلي كل 6 ساعات او كل او اقل من كده لحد اما نتاكد ان الصوديوم بتاع العيان ده اتظبط. طيب ازاي في فورمولا بتحسب الووتر ديفيسيت في عيان هايبر ناتريميا؟ احنا قلنا هقلت الهايبر ناتريميا اذا كيس اوف ووتر ديفيسيت، يعني العيان ده ناقصه ميه. طب في فورمولا بتحسب العيان ده ناقصه قد ايه عشان نديله اللي ناقصه؟ ايوه في فورمولا بتحسب كده، بتحسب الووتر ديفيسيت في عيان هايبر ناتريميك، التوتال بادي ووتر، وقلنا التوتال بادي ووتر ده عباره عن البادي ويت في نص لو ميل او في 0.6 لو في ميل، باي كارنت بلازما صوديوم بتاع العيان على 140 اللي هو ايديال بلازما صوديوم اللي هو من 135 ل 145 اللي هو على 140 ماينس 1. لو طبقنا الفورمولا دي على البيشنت بتاعنا هنحسب الووتر ديفيسيت بتاع العيان دي، هي ناقصها قد ايه ووتر علشان نديهولها تاخده اي في، او لو حالتها اتحسنت بتاخد اورال. المهم يبقى في اكسس لفري ووتر. لكن العيان دلوقتي كونفيوز ومش هتقدر تبلع الميه، فبنديها اي في سلاين لحد ما حالتها تتصلح ويبقى عندها اكسس للفري ووتر. وقلنا ان في ريجولاتوري ميكانيزم والمينتين نورمال سيرام صوديوم، بس ده ريكواير اكسس تو فري ووتر. فالعيانين الاموبايل او عندهم منتال او كوجنيتيف امبيرمنت ما يقدروش اندبندنتلي تو اكسس فري ووتر، فهي هو ده اللي بيسبب لهم مشكله الهايبر ناتريميا، تمام؟ طيب ايه هي اسباب الهايبر ناتريميا؟ اخر حاجه هنقولها هي كوزز اوف هايبر ناتريميا ديكريز اكسس تو فري ووتر زي حالات الكوجنيتيف امبيرمنت والفيزيكال امبيرمنت، جي اي تي لوس، اي جي اي تي لوس سواء فوميتنج او دايريا، الاوزموتيك دايوريسيس اللي هو الرينال لوس زي الجلوكوز او اليوريا او المانيتول، اكسس اكسرسايز وسويتنج اللي هو السكين لوس، وحالات الدايبيتس انسيبيدس. يبقى اي لوس سواء جي اي تي لوس سواء سكين لوس سواء رينال لوس باي اوزموتيك دايوريسيس او حالات الدايبيتس انسيبيدس اللي شرحناها من شويه، او ديكريز اكسس تو فري ووتر نتيجه للمنتال امبيرمنت او الفيزيكال امبيرمنت. تمام كده خلصت حاله الهايبر ناتريميا. بتمنى تكونوا استفدتوا وبتمنى تشيروها للاستفاده وبتمنى تعملوا لي سبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.